ضمن حملة الكويت بجانبكم، نفذت جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية نفذت مشروع طرود غذائية للأسر الفقيرة عبر جمعية وئام الخيرية، ووزعت أو وزعت 100 الطرود الغذائية في مختلف قطاع غزة لمساعدة اللاجئين والأسر المحتاجة في ظل استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي عليها. هنا بين أزقة الوجع الفلسطينية وتلك الأسر من اللاجئين والفقراء الذين يعيشون ظروفا إنسانية واقتصادية صعبة في قطاع غزة المحاصر، نفذت جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية مشروع طرود غذائية للأسر الفقيرة عبر جمعية الوئام الخيرية، حيث وزعت 100 الطرود الغذائية الإغاثية عليهم في مختلف محافظات قطاع غزة، وذلك ضمن حملة الكويت بجانبكم من أجل مساعدة تلك الأسر التي تعاني فقراً شديداً في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد. احنا بنشكر أمير الكويت على المساعدات اللي قدم لنا إياها، وبنشكر دولة الكويت ومواطنينها وشعبها على المساعدات اللي قدموا لنا إياها وقدموها بالذات للشعب الفلسطيني، وأكثر دولة هي اللي بتهتم في شؤون شعب فلسطين وقضية فلسطين. يخلف عليهم دولة الكويت اللي بتساعدنا أكثر شيء، والله بيساعدونا والحمد لله يخلف عليهم. طرود غذائية إغاثية وزعت على مئات المستفيدين الذين بعثوا برسائل الشكر للكويت أميرا وحكومة وشعبا، مشيدين بكرم وأصالة الشعب الكويتي وباستمرار دعمه الإنساني للمحاصرين في القطاع. هذه المساعدات سنطوف بها إن شاء الله تعالى على 420 أسرة فقيرة، وستكون هذه المساعدات بمثابة البلسم الشافي لهذه الأسر الفقيرة الذين لا يجدون قوت يومهم بسبب الحصار والأوضاع الاقتصادية المتردية الآن في قطاع غزة. شكرا لكم أهلنا في الكويت أميرا وحكومة وشعبا ومؤسسات أهلية، يا من تشرفون على جمع هذه المساعدات وإيصالها لأهلكم في قطاع غزة. هذا الجهد الإنساني ليس جديدا على أيد الكويت الخيرة، فهي دوما سباقة في تقديم كل الدعم الإنساني والمادي لمن يعانون الآهات هنا وهناك. سعاد الإمام، تلفزيون دولة الكويت، غزة، فلسطين.